بسم الله الرحمن الرحيم سورة الياسين مكية ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تَنْذِيرُ العزيز الرحيم لَتُنْذِرَا أَلَا على قوم ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اقصارهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اناكهم اغلى فهي إلى الأزكان فهم مكمهون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون <applause> انما تنذر من اتباع الذكر وخاشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرات واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء نحسينه في إمام مبين واكتب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بسالة فقالوا إن عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أن, إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تاتئ بكم لا لم تنتهوا إلا لا نرجمنكم بل يمسنكم منا عذاب أليم قالوا تائدوكم ما أكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصاص المدينة رجلا يَسْأَقَالَ يستقال بقوم اتبوا المرسلين التابع من لا يسألكم وأجرا وهم مهتدون وما لي لا الذي فطرني وإليه ترجعون آه «آَتَّخِذُوا من دونه إلَهَاتٍ إن يردنا الرحمن بدر لا تكني أني شفاعتهم شَيْئًا ولا ينكذون إني إذا لفي دلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون كِي ادخلوا الجنة قال يا قومي يعلمون يمغفر لي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئات واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم عليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع الذين محذرون وآيات لهم للأرض ميتات وأحيجناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وآناب وفجرنا فيها من الأيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز الأليم والقمرات قدرناه منازل حتى آَدَلْكَ الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فُلْفَالَةٍ يسبقون وآيات لهم إنها مل ذرياتكم في فلك المشحون وخالقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا سريق لهم ولكم ينقذون إلا رحمة منا ومتان إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم تُرْحَمُونَ وما تاتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويأكلون مات هذا الْبَادُ إن كنتم صادقين، ما ينذرون إلا سيئات بَاهِدَاتٌ تأكلوهم وهم يخصمون، فلا يستهتئون توسيئات ولا إلى أهلهم يرجئون. ونوف في السوء فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئات واحدات فإذا هم جميع الذين محسرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فلا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شوق فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهات لبالهم ما يدعون سلام من قولا من ربي الرحيم وما اليوم أيها المجرمون ألم أَهَدْ عليك يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإني أوقف

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سقناهم على مكاناتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن أَمِّئْ ومن نؤمره ننقصه فلا كلك أفلا ياكلون وما علمناه الشير وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرون أَنَّ خالقنا <سؤال> لهم مما آملته أيدينا أن فهم لها مالكون <سؤال> وذللناها لهم فمنها راكبوهم منها يأكلون ولهم فيها ونافئ مشارب أفلا يشكرون أتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لا هم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وناسي خلقه قال من يحيي الإذام وهو أي قل هي الذي أنشاها أفضل مرات وهو بكل خلق <applause> أليم الذي جعل لكم من شجر الْأَكْثَرِ نَارٍ فاذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثلكم بلا وهو كل كل أليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يأكل له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملك فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون